نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أن قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام خطو يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل من مبادئ هذا الدين العظيمة التعاون على البر والتقوى نحمده حمد التائبين المنيبين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق بني آدم وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا سبحانه العليم سبحانه العليم بخلقه الحكيم في فعله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الكريم سيد ولد آدم القائل المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون إن الدين الإسلامي الحنيف قد وضع قواعد وأساسية إن الدين الحنيف قد وضع قواعد أساسية لحياة السلام بين الناس فأوجب على كل من يلقى غيره فرضا كان أو جماعة أن يقول له الله السلام عليكم أن يقول له السلام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام والسلم الجماعي إما أن يكون بين الناس في البلد الواحد أو بين البلدان في العالم وهو الغاية التي
ما زال ينشدها الناس ويتطلعون إليها. فقال الله تعالى عن أعداء السلم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كما وضع الإسلام قاعدة للعمل الإيجابي الذي يحفظ السلم من أصله، وهو التعاون داخل البلد الواحد بين الأفراد والجماعات، أو التعاون بين الدول والبلدان، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ووضع الإسلام قاعدة أخرى تحفظ السلم وتقوي أسسه، التعاون، وهي قاعدة المساواة، فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن التذكير بهذه الآيات مرات ومرات له مبرره وموجباته في عصرنا الحاضر، حيث انشغل الناس بمشاكل السلم والتعاون، واستنكروا كل معاملة تنم عن التمييز بين الناس بمبررات الجنس أو العرق أو اللون، إذ لا تفاضل فيما بينهم إلا بالتقوى. وذكر الحق سبحانه وتعالى العلة في ذلك الخلق، وهي التعارف الذي يستلزم النفع المتبادل والتعاون والتناصر والتآزر والقيام بالحقوق الواجبة على كل إنسان نحو أخيه الإنسان. عباد الله، إن الدين القويم يحث على الزيادة في تحقيق اتصال الناس بعضهم ببعض لتمتد جسور التعاون فيما بينهم اعترافا بحقوق بعضهم على بعض، وهذا أدعى إلى أن يتعاونوا ويتحابوا في كل زمان ومكان. وهذا ما جسده مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث قام جلالته بزيارة مباركة ميمونة إلى مجموعة من الدول الإفريقية الصديقة الشقيقة، صلة للرحيم وتعزيزا للوشائج التي تربط المغرب وملوكه بتلك الدول منذ تاريخ طويل برباط المحبة الإيمانية والصداقة المتينة. وأضاف إليها جلالته حفظه الله لبنات تمتن جذورها وتعلف فروعها، كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويحدثنا التاريخ أن الإسلام إنما دخل إلى هذه الأقطار الإفريقية انطلاقا من هذا البلد الأمين بواسطة علمائه وأوليائه وتجاره الذين كانوا دعاة إلى الإسلام بأفعالهم ومعاملتهم وقدوتهم. وقد رأينا في حماسة استقبال أهل تلك البلدان لأمير المؤمنين وفاء هؤلاء لأمانة الأجداد التي لم تفد في طمسها ليالي الاستعمار ولا مكايد المتربصين. إنها زيارة تاريخية وصلت الماضي بالحاضر، ورسمت للمستقبل الواعد معالمه الكبرى في كل مجال من مجالات الحياة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وهي قبس من هدي الإسلام، الحنيف الذي أعطى منزلة خاصة للتواصل والتعاون والتضامن والتناصح. فتح الله لمولانا أمير المؤمنين كل أبواب الخير والبركات لصالح وطنه وشعبه، ونصر به الإسلام والمسلمين، وجعل أعماله وجهوده خالصة لوجهه الكريم، وأثابه عليها الثواب الجزيل. نفعني الله وإياكم بقرآن مبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، آمين. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن التعاون على تحقيق الصالح، إن التعاون على تحقيق المصالح ودفع المفاسد أمر ضروري بين بني البشر، ويعد القيام به من أفضل الأعمال التي حث عليها الإسلام الحنيف. نحمد الله تعالى على ما حقق، على ما تحقق على يدي أمير المؤمنين في زيارته الميمونة لإخواننا في بلدان إفريقية، فهو فتح معنوي تجددت به روابط التعاون على الحق والخير، وإخوتنا هناك كانوا ينتظرون هذا الإحياء لما يربطنا بهم من ثوابت العقيدة والمذهب والسلوك، ليكون ذلك كله أساسا لعلاقات متميزة سيجعلها الله نموذجا للغير من البلدان. وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن أجدادنا ما ملكوا إعجاب الناس إلا بالتعامل الصادق والمعاملة الحسنة. اتقوا الله ربكم، وصلوا وسلموا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على نبي الرحمة وهادي الأمة وكاشف الغمة سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انصر اللهم من قلدته أمر عبادك الخاضع لجلالك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه، ووفقه لما تحبه وترضاه. واحفظ اللهم ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير السعيد مولاي رشيد وسائر أسرته الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، كما نسألك أن تشمل برحمتك جميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وفضائله ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين فاتح الولداء شر محبس وكافة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم سيدنا ومولانا سلطان. اللهم انصر وبارك في عمره. اللهم اصلح به وعلى يديه. اللهم وفقه للخير وعينه عليه. اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.